منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقول إن لدى فريق تحقيق في هجمات سوريا سلطة جديدة تتيح له توجيه هجمات أو اتهامات لمستخدمي السلاح الكيماوي. الناطق باسم جبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى يقول إن قوات الأسد تقصف إدلب انتقاما لهزائمها على جبهة إدلب وحماة، ويضيف أن فصائل الثوار ترد بشكل فوري ومباشر على قصف. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون يعلن قرب التوصل إلى اتفاق لإنشاء لجنة دستورية بعد لقائه وزير الخارجية التابع للنظام وليد المعلم في دمشق. مقتل 18 مدنيا وإصابة آخرين بقصف مدفعي وجوي على مدينة جسر الشغور وبلدتي معرض حرمة وتل مرديخ بريف إدلب. صحيفة الغارديان تقول إن بريطانيا وفرنسا تعتزمان إرسال قوات إضافية إلى سوريا لسد الفراغ بعد أي انسحاب أمريكي محتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من أن العقوبات ستزيد عليها قريبا وبشكل كبير. باحثون من معهد خفي للعلوم الفيزيائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم يحددون جينا رئيسيا يساهم في معالجة سرطان الرئة.